على كل شيء أفتكره من قصة حياتي، أو بمعنى أصح قصة كفاحي مع الحياة. الحياة اللي حرمتني كتير وعلمتني كتير وادتني كتير. قول يا حليم. حرمتني حنان الأم وعطف الأب، وعلمتني إن الدنيا فيها الخير، وحتى اليتيم اللي عمره أيام يقدر يعيش ويكافح. قول يا صديق العمر. لأكثر من 29 سنة وأنا محتفظ بكنز كنوز حياتي، صوت عبد الحليم العندليب، صوت حكايته مع هذه الدنيا، مع النجاح، مع الفشل، مع الصعود، مع المرض، مع قصة حبه. سوسو دي بالنسبة له هي الدنيا. أنا سبت العفش اللي اختاروه على رصيف المينا في الدار البيضاء، لأنه هو لما حبها واتجوزوا سوا بشهود كان يذوب في عشق مصر وتراب مصر، كان معصورا بحب مصر. في آخر مكالمة قبل رحيله بيومين فقط قال لي: يا وجدي يا حليم. يا مصر يا وجدي. بخير الحمد لله. كويسة. استني مصر هالي وصل ترابها، محسسني مصر خالص. سلم لي والنبي على مصر كلها يا وجدي، وتراب مصر وكل من أصغرهم لأكبرهم. ممكن يقول للدكتور انا اموت وما تقوليش ما تغنيش، فما فيش يوم ابدا حسيت او ندمت على ان انا فنان ابدا، لانه الفنان بيسعد الناس، والناس اللي مؤمنة بده قليلين في الفنانين، يعني يمكن انا واحد منهم. حصرياً لرابطة العندليب عشر الأسطورة.